بنتكلم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في اليونت ديت بنتكلم عن necessity درس الجرامر بتاعي، عندي درسين جرامر necessity، وبعدين هنخش على relative pronouns ضمائر الايه؟ الوصل. تعال نشوف necessity الضرورة. أول حاجة بستخدمها في ضرورة اللي هي has، دي بنسميها سيمي موديل يا جماعة، has or have، وبنجيب بعدها to plus a infinitive. نفي has هنا اللي هي doesn't have to plus infinitive واحد، ونفي have to don't have to plus a infinitive. تمام؟ طيب دي أول حاجة. طيب بيستخدموا في إيه؟ when something is necessary to be done، لما يكون في شيء من الضروري فعله. ده لما أقول لك إيه؟ you have to wear your glasses، شيء ضروري، شيء بيقولوا ايه؟ لا يرجى، لا يرجى، ما اعرفش كتب ازاي والله، لا يرجى كده مثلا، خلاص اللي هو لا يتم تأجيله، ما اعرفش كتب ازاي بالعربي، اللي هم ايه؟ لا يتم تأجيله. ايوه وقته جه، حاجه وقتها جات ازاي يعني؟ يعني لما اقول لك كده، واحنا المفروض ميعاد الرحله الساعه 7، فالساعه 7 الا 5، فنقول كده وي هاف تو جو تو جو ناو، خلاص يبقى يجب ان احنا نبتدي ايه؟ الانطلاق، وي هاف تو جو ناو. طيب نيجي بعد كده برضو استخدام هاف تو، مثلا انت عازم او اسره عازمه ناس، اسره عازمه ايه؟ ناس، فجه لقينا الاكل ناقص، في ناقص حاجات، فنقوله كده we have to buy more، واقول الحاجه مثلا يجب ان نشتري المزيد من، we have to buy more كذا. ثانيه واحده يا جماعه، تمام؟ لقينا الاكل ناقص، لقينا حاجه لحمه ناقصه، مش عارفه ايه، يبقى وي هاف تو باي مور من الحاجه دي، والا هيبقى شكلنا وحش. هو الموضوع ما فيهوش بانشمنت، يعني مش متعلق ببانشمنت هتحصل، امال متعلق اكثر بايه؟ بضروره necessity، حاجه لازم تتعمل لان هي فيري امبورتنت، حاجه ايه؟ مهمه. خلاص؟ طيب نيجي بعد كده عندي ماست. ماست دي تستخدم في كذا حاجه. ازاي؟ ماست طبعا بيجي بعدها فعل مصدر. فاما اقول لك كده بتكلم عن الرولز، قواعد، دي اول حاجه ماست بتتكلم عنها. يعني اقول لك وي ماست ايوه نعم ايوه يا ابني ايه مستر يوسف عاوز ايه؟ لا ولا حاجة. We must follow the rules، يجب ان نتبع الايه؟ القواعد، بقول لك كده We must keep quiet in the library، في المكتبة يجب ان نلزم الايه؟ السكوت، يبقى دوت حاجة قوانين محطوطة للمكان اللي أنت متواجد فيه. طيب برضو نستخدمها كده. ماست برضو من ضمن استخداماتها strong advice، strong advice يعني نصيحة ولكن بشكل أقوى من should، احنا عارفين طبعا إن should تستخدم في النصائح،
نصائح عن الصحة، نصائح عن الرياضة، نصائح إن أنت تشرب مية، الكلام إيه؟ الكلام دوت كله. نيجي لماست، لما يجي يقول لك مثلا إيه؟ You must wake up now. Wake up now. يجب أن تستيقظ الإيه؟ الآن. دلوقتي في ميعاد باص مثلا تحت. الباص مستني. يبقى دي سترونج ادفايس، ان انت لو ما مشيتش دلوقتي او ما صحيتش دلوقتي الباص هيمشي وايه؟ وهيسيبك. يبقى هي ما فيهاش بانشمنت هتحصل، ان انت الباص يسيبك ده، ما انت ممكن تروح ماشي، ما فيش بانشمنت، ولكن هي نصيحه قويه. خلاص؟ طيب شود دي نصيحه عاديه، لما اقول لك كده يو شود براش يور تيث، يجب ان تغسل ايه؟ يجب ان تغسل أسنانك. You should brush your teeth. دي لا فيها لا عقوبة ولا هي strong advice، يعني حاجة طارئة إن هي تحصل دلوقتي. لا، بقول لك يعني على سبيل خلي بالك يا ابني لازم تغسل سنانك. تمام كده؟ طيب. في العادي أنا أقول لك you should brush your teeth. إنما الدكتور لو أنت رايح له بألم في أسنانك هتقول له إيه بقى؟ هيقول لك إيه؟ You must، إن هي فيها سوسة. You must brush مثلا your ايه؟ your teeth. هنا اصبح الامر دي نصيحه قويه عشان ما تبوظش بقيه سنانك. ماشي؟ ده اول ثلاث حاجات عندنا في النسيستي، وهم خلص كده، هم اللي علينا الثلاثه دول. نيجي بعد كده لحاجه ثانيه، درس برضو جرامر، relative pronouns، اللي هي ضمائر الوصل. في الجمل العادية لما بنيجي نتكلم فاعل وفعل ومفعول ومكان وزمان، دي أجزاء الإيه؟ أجزاء الكلام، ظرف زمان، ظرف مكان، كده. لما بيكون عندي جملتين وبيجي جزء من اللي إحنا قلناه ده بيتكرر في الجملة الثانية، دي وظيفة relative pronouns اللي هي ضمائر الوصل، هو ضمير بنستخدمه لوصل جملتين، ربط جملتين. الجملتين دول بينهم بقى يا اما فاعل مشترك فساعتها هنستخدم هو فاعل عاقل مش ادوات استفهام، يا اما which لما بيكون غير عاقل سواء فاعل او مفعول، تمام، او بنستخدم where لما بيكون مكان، او بنستخدم when لما بيكون وقت مشترك، او بنستخدم whose لما بتكون الجمله الثانيه فيها حاجة للملكية، إزاي يعني؟ هنشوف دلوقتي. أما أجي أقول لك كده I met علي، أنا كده عندي اتنين عاقل، أنا ومين؟ وعلي. طب نشوفوا علي كده لما جيت في الجملة الثانية أقول كده He is polite. قال لي نربط الجملتين ديت إزاي؟ هشيل هي دي، ما هي دي هي refers to علي، يبقى أنا أقول I met علي who is polite. تمام؟ مثال تاني بقول لك كده She is my sister. She studies medicine. تدرس طب. يبقى انا هقول She is my sister، يبقى دي my sister جت للمره الاولى وجت اتكررت في الجمله الثانيه برضو فاعل. خلاص؟ فقال لك استبدل She ديت بمين؟ بهو. يبقى هو she is my sister who studies medicine، التي تدرس الايه؟ الطب. يجي مثال تاني، سواء احنا فاعل او مفعول يا جماعه، ها مش لازم فاعل، ممكن مفعول. لما اقول لك كده لما نقول يا شباب they are my friends I met them at school I met them at school أنا قابلتهم فين؟ في المدرسة. خلاص؟ فلما أجي أقول كده
ادي ماي فريندز اهي، ادي ماي فريندز، وبعد كده جت لي مفعول اهو، اي اهو، ذم اهي مفعول متكرر، يبقى they are my friends who I met، اللي انا قابلتهم، who I met. طيب نفس الكلام اللي اتقال على العاقل هيتقال برضو على غير العاقل، وهيستبدل who بمين which. لما اجي اقول لك كده I met sorry I bought a pen. It's very expensive. It's expensive. يبقى هنا متكرر a pen هو اتقال المرة الأولى، اتكرر هنا فاعل تاني. يبقى أنا أقول I bought a pen which is a expensive. طب مثال تاني. This is my pen. This أو this was my pen. I broke it. I broke it yesterday. ده كان قلمي وكسرته امبارح. فاهو هنا this was my pen. ودي broke it. it اهيت هي المفعول الغير عاقل. يبقى انا هربط برضو واقول ايه which I broke. But this was my pen which I broke yesterday. اللي كسرته امبارح ده كان قلم. تمام؟ خلي بالي بس قبل ما اقول ايه where. هو دلوقتي يا جماعه لما انا اقول ايه؟ Egypt. Egypt. لما اقول لك كده Egypt is my country. مصر دي بلدي. ولما اقول لك Egypt برضو I live in Egypt. الفرق بين Egypt في الاثنين ايه؟ الفرق بين ايجيبت في الاثنين ايه؟ يا شباب اتفضل. هو ايجيبت في الاول بيقول ان هي الدوله بتاعته، انما الثانيه هو عايش في مصر. ديسكريبتيف يعني ايه؟ ديسكريبتيف وصفيه، صح؟ وصفيه، انا بوصف ايجيبت دي بان هي كونتري بلد. هل بقول ان هي مكان؟ ما بقولش ان هي مكان، انا بقول ان هي الاسم بتاعها البديل ليها ان هي بلد. اسم، تمام؟ لما اقول لك احمد از دكتور، هل الدكتور ده هو الشخص؟ لا، دي الوظيفه، التايتل بتاعه، التصنيف بتاعه. فبرضه ايجيبت برضه اول حاجه الكاتيجوري بتاعتها نير كونتري. طب انما لما اقول لك بقى اي ليف ان ايجيبت، لا انا معتبر ايجيبت هنا يا ترى اوبجكت ولا بليس؟ بليس بليس مكان. طب وفوق هل هي مكان ولا ريفرنس؟ ريفرنس. لما تعوز تعرف بلد ايه هي بلدي بقول لك ان هي ماي كانتري بس، انما هل هي البليس نفسه؟ لا. هنا اي ليف ده الفيرب ده عاوز له لازم له مكان، لازم له مكان. اي ليف ان ايجيبت، اي ليف ان ايجيبت ده لازم له مكان. ان ا كار، ان مش عارفه ايه، انما ايجيبت وصفها ايه؟ كاتيجوري بتاعها تحت ايه؟ ان هي ماي كانتري. تمام؟ طب ندي مثال كده تاني برضه. They like Egypt. They live there, or they have lived there for 13 years. تعالى نربط كده او ندي مثال تاني ونشوف هنقوله ايه. اقول لك كده علي
علي visited Egypt. علي visited Egypt. تمام؟ He enjoyed it very much. ماشي، فكروا كده في الجملتين قدامكم دقيقة. طب مين رفع ايده يا شباب؟ مصطفى، قول لي يا مصطفى في اول جمله انا متعامل مع ايجيبت ان هي ايه؟ اللي هي they like Egypt، انا متعامل انها انا مش عايش فيها بس هي انا بحبها يعني. وتاني جملة متعامل انها they have lived there for 15 years. يا مصطفى، مصطفى يعني انا قدامي which وقدامي where، خلاص قدامي ويتش وقدامي وير، اختار مين ويتش ومين وير؟ اول واحده ويتش و اول واحده ايه ويتش. لا اول واحده ويتش. ايوه ليه؟ وتاني واحده و... يا ابني ليه 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 هنا بيقول لك they lived there، عاشوا هناك، هناك عاشوا في الحته دي، يبقى هم عاشوا في يبقى مكان، صح كده؟ صح. طيب يبقى استخدم where، يبقى where، يبقى هقول لك they like Egypt where they have lived، والغي there بقى، where they have lived for 13 years، حيث عاشوا لمدة 13 سنة. ماشي، هات لي الثانية بقى كده، بيقول لك هل هنا Egypt مرتبط فيها إن هي مكان؟ ولا ولا كتصنيف ليها؟ هو استمتع بيها؟ لا هو استمتع بيها كتصنيف لي، يبقى مش مكان، يبقى عالي فيست دي ويتش ويتش انجويد فيري ماتش ماتش. تمام، ده الفرق يا شباب بين الايه بين الاثنين، خلاص ادي ويتش وادي ايه وير. دايما بص اقول لك حاجه برضه سهلها لي، طالما انت لاقي فعل وحرف جر وبعده المكان 90% هتختار وير، 90% 99% كمان هتختار وير، 99%. ماشي، انما طالما انت زي فوق كده I visited Egypt ما اقولش بقى عليها وير الا في حالات معينه بسيطه كده هتلاقيها، هيبقى واضح قوي ان هي مكان، يبقى واضح قوي ان هي بيتكلم على المكان. تمام، هنشوف دلوقتي في الامثله. طيب نيجي بعد كده للملكية. هوز بقى الملكية الأول إيه؟ هوز. وين سهلة اللي هي خاصة بالإيه؟ بالوقت. يعني أقول لك إيه؟ إتس أوجست، إتس أوجست، إنه شهر إيه؟ 8 يا عمر. وي فيزيت أليكس إن ذيس مانث. هنا in this month ايه؟ اهي إشارة لمين؟ لأوجست اللي اتقال في الجملة الأولى، يبقى it is August when when. ما الاقيش بقى بني آدم في ريرايت مثلا جايب لي جملتين زي دول، ها it is August we visit Alex in this month، ولاقيه كاتبها لي كده when do you visit، عاملها لي البي ايه؟ عاملها لي سؤال. طبعا الكلام ده ايه؟ غلط، انا طالما اعطي لك جملتين واعطيك واحد من الروابط دول يبقى انت يا باشا هتربطهم لي بتلك الروابط، هتعملهم لي بالروابط دي.
مش تيجي جاي اعملها لي سؤال ماشي، مش هقول اسماء، مش همنشن لحد. المهم نيجي بقى ايه في هوز، هوز اللي هي الملكيه. ففي الملكيه بقى يقول لك ايه، شي از ماي انت، يا عمتي مثلا، يقول لك ايه، هير daughter studies in London. الجملة الأولى والثانية ده هي هنا شيء، وأنا بتكلم مش بتكلم عليها هي، أنا بتكلم على حد يخصها، حد يخصها، سواء بقى عاقل سواء غير عاقل. المهم أنا استخدمت ضمير ملكية اللي هو مين؟ هير. قال لي استبدل بقى ضمير الملكيه هير ده بمين؟ بهوز. فانت تيجي جاي قالها لي كده على طول، شي از ماي انت هوز دوتر ستاديز ان لندن، هي عمتي التي تدرس بنتها في ايه؟ في لندن. هوز للملكيه، للملكيه ماشي. نيجي بعد كده يا شباب نشوف بقى شغل الايه اليونت بتاعنا، نفتح الملزمه. بيج كام يا مستر؟ هقول لك انا بيج كام، بيج 96. هنقرا الاول شويه ايه، شويه حاجات من التكست الموجوده. يقول لك ايه 19؟ نعم مستر ماشي، هي دي الملزمه اللي مش معايا صح، ولا دي الملزمه اللي هي اللي احنا صورينها؟ دي اللي مصورينها مصطفى، الورق. تمام. ان 1982 يا مستر. لا انت معاك الملزمه الاساسيه يا مارسيلين، ملزمه الفعل. الو اللي هي الهلو. طيب random acts of kindness، افعال طيبه، افعال من الطيبه العشوائيه. يعني ايه؟ هو يوم العالمي، يقول لك يوم العالمي للمدرس، يوم العالمي مش عارفه ايه للاطباء، اليوم العالمي للمعلم، في حاجات كده. فهم برضو عاملين يوم عالمي للافعال الخيره، تعمل خير. تمام. In 1982 some friends، صفحة كام؟ قلنا يا جماعة بيج 96. In 1982, some friends were in a restaurant in California, USA. They wanted to make the world better. صلح هوتر ديت البتر. كانوا عايزين يخلوا العالم ايه؟ افضل. One of the friends، واحد من الاصدقاء دول اسمها ان هربرت، wrote down her idea، كتبت الايه؟ الفكره بتاعتها. Practice random acts، اعملوا افعال ايه؟ خير، of kindness. A random A random act of kindness is a kind thing، هي حاجة طيبة. That you do for some people you don't know. For no reason، تعملها من غير سبب. You can do random acts of kindness for people you don't know، حاجات ما الناس ما تعرفهمش. For example، لا الأول اللي الناس تعرفها، تخش على مامتك كده تيجي أعطيها وردة، أعمل لها كوباية شاي، فاهم، جيب لها باكو بسكوت، أعمال خير كده. مش خير يعني، مش هاته، لا يعني اعمال طيبه، فاهم، تبين لها المشاعر يعني. You can do random acts of، طبعا يا مارسيل انت تخش على ماما تقول لها دي 10 جنيه صح؟ You can do random acts of kindness for people you know، for example buy flowers for your mother. You can also be kind to strangers، for example
give your seat وانت واقف في المترو كنت قاعد في المترو ولا قاعد في القطر ولا باص give your seat مقعدك to someone on a bus. Now February the 17th is random acts. ده طبعا ده اليوم الرسمي لأعمال الخير of kindness day all over the world. People do kind things for the day. بيعملوا حاجات كويسة اليوم ده. Not because they have to, مش بسبب ان هم مضطرين, but because they want to see a smile on a person's face. Isn't that a fantastic idea? تعال نشوف الموضوع الثاني. Listen to two people talking about the photos. في معاهم صور. خلاص؟ ليه أشخاص المفروض يعني إيه؟ أصدقائهم بقى يعملوا معاهم الأكس. عادل. The girl looks sad. تبدو البنت حزينة في الصورة يعني. To be alone. إن هي قاعدة لوحدها. I think she's new in the school and doesn't have any friends yet. ما معهاش أصحاب لسه. The other students should forget how it feels. يجب ألا ينسوا كيف يبدو الشعور when you start school. They should try to make friends with her. لازم صاحباتها دول أو زمايلها في المدرسة يبدأوا يعملوا صداقات معاها. سمير أدي صورة تانية بقى. دي picture number two. A man forgot his bag. واحد نسى شنطته. Someone should look inside the bag to find his name and address. Or they should run after him and give the bag back to him. ويرجعوا له الشنطة. ماشي. The woman, الصورة الثالثة. The woman looks really tired. I think someone in her family should make her a cup of tea. لازم حد يعملها كوباية شاي. And she should have a rest. وترتاح. They should take the children outside and play with them. Samir, she shouldn't carry all those things. Someone should carry some of the things for her. سورة الخامسة بقى واحدة شايلة شيلة تقيلة فساعدوه. تمام؟ عندي برضو بعض الكلمات المهمة. Long time ماشي. Washed up اللي هو الغسيل. Taking out our rubbish يشيل الزبالة. بنز الصفايح الزبالة. Lift الأسانسير. Homework طبعا كلمات صعبة ايه؟ ربنا معاكم فيها. يلا البنات يا ملك تفضلي يا ملك. Is the computer give us random number or unexpected one? Random number رقم عشوائي. To my son is shy in front of strangers الغرباء. ابني خجول في أمام الغرباء اللي ما يعرفهمش. Be kind to strangers. To strangers. ماشي. Thank you. يلا يا يمنى. هالة is always making a mess in the kitchen. She is a messy person. Messy person. شخصية فوضوية. When the bins are a take out the rubbish. Full لما يبقوا مليانين. Ticks. Today you have to eat after lunch. Wash up after lunch. ماشي. يلا يا بسمة. My brother works as a journalist. بسمة. Yes. As works as a teacher, a journalist. 7, 8. Taking the A is faster than going upstairs. Leaves. Taking the lift الأسانسير. تمام. 9. Before you go to bed
not the homework. بس ما برضه. بس do your A homework. اعمل وقت. معناش بنات تاني. ماشي. يلا يا مصطفى. Number 10. Everyone wants to make the world A for them. Better. Better for them. Tourists come to Egypt from? Every, all over the world. All over the world. Unluckily, there are no A left on that flight. Unlucky. There are no seats. مقاعد. Seats. تمام في الرحلة ديت الجوية مفيش مقاعد فاضية. ماشي يلا أهوف. Rich people always pay money to charities. أيوه. ها. لن. لن دي استلف. يسلف هما بيسلفوش الجمعيات الخيرية. تالت واحدة. Donate يتبرع. We should look at birds and animals. Look after. Look after. Not random acts of kindness a day. Day people have to do kind things. In. On. عند كلمة day يبقى في يوم العالمي للأفعال الخيرية. ماشي. يبقى ده on. يلا يا مارسلينو. أول واحدة تبقى up. Picks up. A people always use wheelchairs. هتبقى healthy. لا يستخدموا كرسي بعجل أصحاء. دي لحظة disabled. Disabled. Disabled المعاقين. This baby is hungry, not him. Feed. Feed him. Use. تنفع يا مستر؟ تنفع ايه؟ Eat. والله لو على هتاكل ولا يا مفتري. عيل صغير ما ينفعش تاكله يا. معلش يا جماعة معلش. يلا يا يوسف. I love horses. They are my favorite. Favorite. People who are A help their communities. Polite. يعني المؤدبين بيساعدوا المجتمعات ازاي يعني؟ Volunteers. Volunteers. المتطوعين. هات لي page 99 يلا. We cook more. There is enough food. Don't have to. I don't like that uniform. يلا البنات. البنات. ثانية واحدة يا جماعة. ماشي يا جماعة هنطلع من الزوم ده وندخل تاني ها